All right. Ahlallah, sahla fiykum jami'an. O yaati ko alfafia. Batman na anayoku jameel. O usbuaku, haikoon ajmal. Insha'Allah. For now, let me share my screen. And hopefully, as we all know, today we're gonna have a lecture that we will solve some suggested problems. Basically to go over what we learned in chapter four. Now as usual, I'm going to disconnect my camera to make sure that we will have a better internet connection. And before we start, I just want to make sure um money. many will columbish slides. Me, me, doctor. All right. Perfect. Now before we continue. في اي حدا عنده اي سؤال او اي استفسار سواء كانت عن امتحان المد او عن الهوم او about any topic that we covered in chapter 4 دكتور انا عندي سؤال تفضل احنا الانتربوليشن كيف كنا نعمله هلا الانتربوليشن اللي بنعمله بدنا دائما احنا نحاول نحصر الفاليو اللي بدنا نحسبها with a value more than it and a value less than it. فبالتالي أنا بحصر ال value اللي بدي إياها ما بين قيمتين، قيمة أكبر وقيمة أقل. ومن خلال ال interpolation اللي هو equation اللي كانت موجودة عندنا بال slides بنتبع القانون straight forward calculation بتطلع معنا ال value. هلا after this lecture أنا راح أعطيكم أو راح أبعث لينك يوتيوب tutorial بحكي بتفاصيل أكثر عن الأنتربوليشن وبحط example يلي ساعدكم انكم تطلعوا الفاليو الـequation إيه؟ موجودة؟ ايه؟ الاكويشن موجودة بالسلايدز الاكويشن موجودة بوحدة من السلايدز I think in topic 5 وموجودة on the right side of one of the slides وهي عبارة عن screenshot من اكسل بس مش واضحة هذيك أنا شفتها تمام هلا هي طلع احنا لو بدنا نحل باستخدام الانتربوليشن اللي بدنا نحكي عنه انه انا في عندي فاليو على سبيل المثال تسعة بتعطيني خلينا نحكي فاليو اوف 20 20 و اكس بتعطيني 20 ونص و10 بتعطيني 21 بصف الموضوع لينير انتربوليشن انا بدي اخذ التسعة ماينس اكس ديفايدد باي تسعة ماينس 10 would equal 20 minus 20.5 divided by 20 minus 21 فأنا هيك بكون حصرت الـ value اللي أنا بدي أحسبها مع الـ values الموجودة عندي سواء كانت من الـ أو من الـ اللي بتعطيني القيم المختلفة أكتب تمام دكتور تمام اتطلع عليها أنت من ناحية أنه هي عبارة عن تقريبا ضرب تبادلي بس أنا في عندي two boundaries عندي قيمة أقل وقيمة أكبر وزي ما حكيت أنا as soon as we're done with this lecture ابعث لك يوتيوب لينك بيحكي شوية أكثر عن linear interpolation Alright ممتاز آه في أي حدا عنده أي سؤال أو أي استفسار ثاني All right. this is good وزي ما حكينا احنا اليوم we will go through some suggested problems these problems are meant to cover basically everything that we studied or we talked about throughout chapter 4 فبنقدر نحكي انه محاضرتنا اليوم عبارة عن review لشاب 4 واحنا زي ما حكينا our midterm exam راح يكون 12th of December اللي هو يوم 8th الخ... of December. I'm sorry, it's not this Thursday, the Thursday next to it. فب 8 12 امتحاننا من الساعة 1:30 لل 2:30 بال students.com. الامتحان تبعنا اللي راح يكون لغاية نهاية شابتر 4. هلا if you guys remember, I already uploaded these problems على ال e-learning platform وحكينا try to go through it عشان يكون في شوية interaction ما بيناتنا وأنا في شوية طلاب كانوا عم بيسألوني ع teams عن بعض الأسئلة which means at least some of you have went through the problems. هلا طبعاً the progress تبع the problems راح يكون concurrent مع the progress اللي مشينا فيه chapter أربعة. So it makes sense إنه you know, the first problem we discuss the simple interest rate. In this problem The question asks: What is the future equivalent of $1000 invested at a 6% simple interest rate per year for 4 years؟ فأنا بدي أستثمر $1000. السؤال بحكي لي إيش الـ future equivalent إذا كانت الـ interest rate 6% simple interest rate والـ interest period عبارة عن أربع سنوات. مين بيقدر يحكي لي كيف أنا ممكن أحسب الـ future equivalent؟ <coughs> اوكي شباب صبايا يمكن 6% ضرب 1000 ضرب 4 100% احمد بالضبط احنا عم نحكي سمبل انترست ريت فانا اموري بسيطه الانترست تبعتي راح تكون او تتراكم بنهايه كل سنه فانا عندي 6% على ال1000 كل سنه لمده اربع سنوات فالجواب راح يكون عباره عن 1000 ملتبلايد باي 6% ملتبلايد باي 4 الانسر هون رح يعطيني the amount of interest that it was accumulated over the four years بيطلع معي 240 دولار. بجمعها للactual principal اللي أنا حطيته أو استثمرته فبطلعي future equivalent 1240 دولار. It's a bit straightforward. Thank you أحمد <clears throat> if have a question, again, please feel free to unmute yourself and ask your question. Now, for problem two, Jonathan has borrowed a $10,000 at a 6% annual compounded interest. We <clears throat> if there no interest or compound interest, we will assume by default that the interest rate is compounded. So, 6% annual compound interest. Now, Jonathan agreed to repay the loan with five equal annual payments at end of year one to five. يعني بدي يأخذ عشرة آلاف دولار as a loan. بدي يأخذ قرض يأخذ عشرة آلاف من البنك اليوم. القرض أو البنك أعطاه فائدة قيمتها ستة بالمية بشكل سنوي. وراح يسد القرض على خمس دفعات كل دفعة راح تكون بنهاية السنة. Now, how much of the annual payment is interest and how much the principal is there in each annual payment? هلا أول إشي بدنا نعمله <clears throat> بدنا نحسب how much is the five equal payments. مين بيقدر يحكي لي كيف أنا بدي أحسب الدفعات اللي راح يدفعها جوناثان عشان أسد القرض؟ اللي هي دكتور find x, x, and 100% find A given B 100% نوار فأنا فعلياً عندي interest rate 6% أنا عارف إنه ال أو ال B 10,000 فال أو uniform payment راح تكون عبارة عن ال 10,000 مضروبة ب find A given P with interest rate of 6 و interest period of 5 بيطلع الجواب 2373.96 دولار هاي قيمة الدفعة الواحدة اللي أنا راح أدفعها لمدة 5 سنوات هلا السؤال بحكي لي how much of the annual payment is interest and how much is the principal for each one of these payments بدنا نعمل الجدول زي ما تعلمنا بشابتر 4 هلا انت ممكن يجيك السؤال how much annual payment is interest for the second year فبروح على السنة الثانية باخذ قيمة ال interest وهي راح يكون جوابي هلا أول سنة وإذا بتتذكروا حلينا إكزامبل وكان شوي ديتيلد وحكينا عن التيبل بتفاصيله كيف إحنا حسبناه. هلا بأول سنة أنا أخذت 10,000 بنهاية هاي السنة راح يتراكم علي فائدة 6% فبالتالي 600 دولار. أنا دفعت 2373 راح منهم 600 فائدة معناتها 1773 غطى من أصل الدين أو من أصل القرض اللي هي الـ 10,000. فببداية السنة الثانية البنك بده مني 10000 minus 1773 تطلع معي فاليو بنهاية السنة الثانية بضربها بستة ب 100 بتطلع 493.56 دولار أنا دفعت 2373 as my payment راح منها 493 للفائدة ف1800 راح تغطي من أصل الدين فعلى سبيل المثال لو السؤال حكالي How much of the annual payment is paid to cover the principal for the third year؟ فبروح على السنة الثالثة، الثالثة أنا دفعت 380 فائدة و 1993 from the principal. فالجواب راح يكون 1993. هلا زي ما حكينا أنا ما بدي إياكم تكونوا حافظين بدي إياكم تكونوا فاهمين. أنا لما آخذ قرض قيمته 10,000. وتكون دفعتي السنوية 2373 هلا لما اجي ادفعها بنهاية السنة جزء منها راح يكون يغطي الفوائد وجزء من هاي الدفعة راح يغطي أصل الدين فأنا بالتيبل الموجود عندي هون والمفروض الكل يعرف يشتغل عليه عم بيعطيني كل سنة شو نسبة الفائدة وشو نسبة أصل الدين من ال 2373 إذا جمعنا الـ لازم يسكر معي على 10,000 ولما نجمع الفوائد بيعطيني قيمة الفوائد اللي أنا دفعتها to repay this loan over 5 years واضحة للجميع؟ Alright خلينا نشوف problem 3 suppose you contribute a $10 per week which is $520 per year, into an interest bearing account that earns 6% per year compounded annually. How much money would you have saved through the compounding of interest by the end of 15 years? يعني انت عم بتحوش 10 دولار كل اسبوع يعني بنهاية السنة بتحط 520 دولار عم بتحطها بحساب توفير خلينا نحكي وحساب التوفير عم بيعطينا فائدة قيمتها 6% كل سنة How much money would you have saved through the compounding of interest by the end of the 15th year يعني بنهاية ال 15 سنة كم راح يكون عندك فلوس بالحساب ناتج من الفلوس اللي كنت تحطها وال 6% فائدة أو earnings اللي راح تجيك خلال ال 15 سنة مين بيقدر يحكي لي كيف ممكن نحل السؤال؟ معلش نوار ما سمعت ممكن تعيدي 100% هلا السؤال بيحكي لي how much money would you have saved through the compounding of interest by the end of 15 years أنا بدي أطلع على الكاش فلو ديجرام أنا عندي دفعات سنوية قيمتها 520 لمدة 15 سنة فعندي uniform payment أنا بعرف الـ A وبدي أحسب الـ future فالـ future راح يساوي ال 520 الدفعة السنوية مضروبة بـ find F given A الـ interest rate 6 والانترست interest period 15 هلأ بما إنه الـ compound annually أنا أخذت الدفعات اللي بدفعهم ان annual basis <applause> لو إجاني السؤال 10$ per week وكانت الـ compound weekly فأنا بدي آخذ ال 10 وأحسب الـ interest period على الأسبوع يعني كل سنة فيها 52 أسبوع. ف you need to pay attention لأنه إحنا حكينا interest rate interest period لازم يكون في لهم نفس اليونت. بما إنه هون أنا عندي per year كم بدفع والكومباوندد compounded annually والفائدة بتم إحتسابها بشكل سنوي. فبالتالي بقدر أستعمل find if given a right away. واضحة للجميع؟ النقطة اللي حكيتها. Uh, right. Now problem four, you have invested a one-time amount of $5,000 in a stock-based mutual fund, which should earn an average of 9% per year over a long period of time. انت حطيت 5000 في حساب توفير وعم بعطيك 9% كل سنه لفتره محدده من الزمن. Now how much will you invest أو will your investment be worth in 35 years كم فلوسك راح تكون مع الفوائد اللي أنت ربحتهم عليها بعد 35 سنة مين بيقدر يحكي لي كيف ممكن أحل السؤال؟ All right. انا بدي احسب فيوتشر بعد 35 سنه تطلع 102069.8 دولار هلا زي ما حكيت لكم ات ذا اند اوف ذا داي انا بعرف احل هاي الاسئله فاذا ما كان في انتر اكشن وما حدا سالني كيف بدنا نحله I will assume إنه أنتم بتعرفوا the answer. تفضل نوار. على <applause> مية بالمية لأنه أنا عندي البريزنت 5000 at year zero interest ريت 9% per year وبدي أشتغلها ل 35 سنة فأنا فعليا راح أحكي 5000 مضروبة ب find f given p interest rate of 9 و interest period of 35 years Now problem 5 a college student has $24000 in a student loan debt at the end of her college career the interest rate on this debt is 0. 0.75 percent per month now if the monthly payment of this loan are $432.61 how many months will it take for her to repay the entire loan عندي <coughs> 24000$ قرض عشان تساعدها بالدراسة قيمة الفائدة 0.75 per month والدفعة الشهرية اللي بتعملها 432.61 السؤال بيحكي لنا بعد كم شهر راح تدفع أو تسد القرض مع الفوائد اللي تراكمت عليه This is a straightforward problem. أنا المعلومات موجودة عندي أنا عندي الـ present وعندي الـ annuity واللي بدي أحسبه عبارة عن الفترة الزمنية اللي هي الـ interest period هلا هون I want you to make sure that whatever equation you will use at the end of the day your interest rate is per month فبالتالي الـ payments اللي عندك per month which means that the interest period اللي راح تطلع معك بالجواب حتكون per month. يعني أنا بحكي الـ 24,000 والايكوال equal 432 multiplied بـ find P given A interest rate 0.75 و interest period of n بقسم على 432 بتضل عندي الفاليو value find P given A بروح على الـ tables بشوف وين الصفحة الانترست interest فيها 3 quarters of a percent وعلى هذا الأساس بشوف وين الرو راح يعطيني الفاليو for find P given A بس أهم شيء إنه أنا دفعاتي شهرية والإنترست Rate عندي شهري فبالتالي الإنترست ريت راح تنتج راح تكون نومينال بتساوي الإفكتيف وحتكون بير مانث واضحة للجميع؟ All right let's see problem six you have saved $1800 each year for 20 years now a year after the savings period ended you withdraw $7500 or 7500 each year for a period of five years but in the sixth and the seventh year you only withdraw $5000 and in the eighth year you decided to withdraw the remaining money into the account. هلا drawing the cash flow diagram راح يساعدك كثير بحل الاسئله. هلا انا بحكي لي انه انا في عندي 1800 او 1800 دولار عم بدفعهم او عم بحطهم بحساب توفير لمده 20 سنه. وانا فعليا 20 سنه كان في عندي uniform payment قيمتها 1800 دولار. هلا بعد ال 20 سنه ما خلصوا. أنا سحبت 7500 كل سنة لمدة خمس سنوات بالسنة السادسة والسابعة أنا سحبت 5000 وبالسنة الثامنة حكيت بدي أشوف كم في فلوس لإلي وبدي أسحبهم كلهم <تصفيق> <تصفيق> السؤال بيحكي if the interest rate was 6% per year throughout the entire period what is the amount you withdraw at the end of the eighth year فمين بيقدر يحكي لي كيف انا ممكن احسب او كيف ممكن انا الاقي الفاليو اللي موجوده بحسابي بعد ثمان سنوات من السيفنجز والوذرولز اللي انا عملتهم ثرو ماي بانك اكونت طبعا زي ما حكينا ما في جواب صح او غلط خلينا احنا نتناقش بشكل عام هلا اول شيء make sure that you understood the cash flow diagram رسمة الكاش فلو ديجرام الموجودة هون، أنت تأكد إنه فهمت شو اللي عم بصير فيها. أنا عندي 1800 كنت أدفعهم لمدة 20 سنة وأحطهم بحساب التوفير. بعد ما خلصت ال 20 سنة أنا حكيت كل سنة بدي أسحب 7500 لمدة خمس سنوات. بالسنة السادسة والسابعة أنا سحبت 5000. بالسنة الثامنة رحت على البنك وحكيت له كم في إلي فلوس عندك؟ بدي أسحب كل فلوساتي. فهوفولي إنه الكل فاهم الكاش فلو ديجرام الموجود أمامنا هون. والكل بيعرف يرسم المفروض. هلأ once you draw an accurate cash flow diagram solving the problem it shouldn't be an issue. مين بيقدر يحكي لي كيف أنا ممكن أحل السؤال الموجود أمامي؟ هلأ السؤال بده الفلوس أو قيمة الفلوس الموجودة at end of year 8. هلا اول شيء انا بدي اعمله in order to make sure that i can do the equivalent for my cash flows انا بدي اقارن ما بيناتهم at the same particular point of time فانا اول شيء بدي اعمله بدي اشوف السيفنجز اللي انا حطيتها على مده 20 سنه ايش الفيوتشر equivalent لهم او اليوم كم بيعملوا لي فانا اول شيء بدي اعمله بدي احسب الفيوتشر لليونيفورم بيمنت اللي قيمتها 1800 دولار فانا بحكي الفيوتشر والايكوال ال1800 مضروبه بفايند اف جيفن اي بتطلع معي كميه الفلوس اللي انا حوشتها بال20 سنه اللي راحت اليوم كم بتساوي هلا انا اخذت من سنه 1 لخمسه 5 5 ويذ درولز و2 وذ درولز from 6 and 7 وقيمة x at end of year 8 هلا أنا عشان أقدر أحسب شو ال value at year 8 بدي أحول كل إشي لنهاية الكاش فلو أو كل ال values الموجودة عندي اللي هي الفلوس اللي أنا حوشتها والwithdrawals اللي أنا سحبتهم بنقلهم ل end of year 8 وبساويهم ببعض الفلوس اللي أنا حوشتها ماينس الفلوس اللي انا بدي اسحبها فانا ال20 بنقلها او السيفنجز ات يير 0 بنقلها لسنه 8 بضربها ب فايند اف جيفن بي عندي انيوتي من 1 ل 5 بدي احولها ل 8 مين بيقدر يحكي لي الانيوتي من 1 ل 5 لو بدي احولها از فيوتشر فاليو ات اند اوف يير 8 ايش البروسيس تبعتي حتكون؟ يعني في تمام هلا نوار صراحة أنا سمعت the first part of the answer ومزبوط مية بالمية هلا طبعا في أكثر من طريقة لحلها وزي ما حكت زميلتكم أنا ممكن فعليا الانيوتي اللي عندي هون أنا لو بدي أحولها من 1 ل 5، لو بدي أحولها لـ present at tier 0, بضربها find p given a. بعدين الـ value راح تطلع معي at tier 0, بنقلها لـ 8، من خلال إني أضربها بـ find f given p. أو بنفس الوقت، أنا لو الـ annuity الموجودة عندي، أحولها لـ find f given a، راح تطلع معي الـ value at tier 5. وبدي أنقلها من 5 لـ 8، بدي أنقلها لليمين 3 سنوات. بضربها ب find f given p ونفس الشيء للانيوتي 6 و7 اللي هي 5000 عندي two uniform payments as an annuity راح يطلع معي at end of year 7 وبعدين بنقولها لل8 هلا دائما بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه انا الانيوتي لما اطلع البريزنت لها الفاليو بتطلع one interest period قبل اول بيمنت اذا بدي احسب future تطلع at the same interest period of the last payment وغطيناها بالdeferred deferred annuity وحكينا شوية examples كيف انا ممكن اتعامل مع الـ deferred annuity ف keep that in mind انا بجمع ال savings كلياتها وبطلع ال equivalent لإلها at end of year 8 ال withdrawals اللي عم بتصير بنقلها وبطلع ال equivalent لإلها at end of year 8 بعدين السيفنجز بساويها بالفلوس اللي بدي اسحبها بتطلع معي قيمة الفلوس اللي ظلت بالبنك at end of year 8 اللي بقدر اسحبها مرة واحدة بتطلع القيمة 44,260.6 دولار <applause> حدا عنده سؤال؟ هلا البروبلم هاي شوية حلوة وبتمنى انه الكل يحاول انه يحلها لانه فعليا فيها براكتس كيف تتعامل مع الـ Deferred Annuity وكيف نعمل الـ Equivalent أو الـ Engineering Economical Equivalent ونشوف كيف ممكن نطلع الـ Value اللي بده إياها منا السؤال. Alright, I'm assuming إنها واضحة للجميع. In case you have a question, please feel free to unmute yourself and ask your question. All right now, just to make sure, please raise your hand. Click the reaction button and raise your hand just to make sure that you are tuned in with me. All right so I think that's it. عندنا 13 طالب من ال 38 are tuned in. كمان مرة بحكي اللي عم بسمعني. Raise your hand, which means you're tuned in with the lecture. وبالتالي أنت عم تحضر محاضرتنا اليوم. Otherwise, هتم احتسابك غياب. All right, everybody, please, and raise your hand. So we will continue with our problems. دكتور بس عندي سؤال. تفضل يا محمد أه بس بدي اتاكد انه انا تقدر تضر ولا لا لانه مش وايد قطع عندي لا اذا إيه كانت مرفوعه محمد ما في مشكله اه تمام الله يعافيك ياعم. يعني. Alright وبرجع باكد you can unraise your hand right now so we will continue with our problems نور وعمر you can unraise your hand problem seven 1885 a first class postage for one ounce letter cost 0.02 dollar the same postage in 2015 cost 0.49 what compounded annual increase in the cost of first class postage has been experienced over this period of time and the value of 2015. the whole point is to calculate the interest period the interest period present value موجودة والfuture value موجودة you can find the interest rate وعلى الأغلب رح نضطر نعمل interpolation إذا بدي أستعمل التابلز <coughs> وزي ما حكينا after this lecture I will upload a link to help you throughout the interpolation now problem 8 We have a lump sum of $380,000 that invested now at year zero. And we will begin receiving $45,000 per year starting at the end of year one and continuing over 10 years. What is the interest rate required to make this happen? مين بيقدر يحكي لي كيف انا ممكن احسب الانترست ريت لبروبلم 8 الدكتور ما نفي ما نعيش وما نمبر بير بس نطبق على find p a أو العكس find a given مية بالمية مية بالمية بروح على tables أو بستعمل ال equations وعلى هذا الأساس بقدر أطلع the value of the interest rates ممكن أضطر أعمل interpolation إذا بدي أستعمل ال tables أو إذا بدي أستعمل الكالكوليتر بيطلع معي الجواب صح right away. هلا بالنسبة لإلك نوار ذكريني بعد الامتحان I'm gonna give you a one point as point إن شاء الله after the midterm exam فذكريني فيها إن شاء الله after the midterm exam بس مظبوط زي ما حكت زميلتكو أنا في عندي the present وعندي ال annuity بقدر من خلالهم إني أحسب أنا قيمة ال interest rate عند ال interest period عارفها وال present عارفه وال annuity عارفها Alright, problem 9. A company have decided to invest $50,000 in new equipment that is expected to produce a return of $7,500 per year for the next 10 years at a 7% annual interest rate. Is this a good investment or not? الشركة عندنا اختارت انه بدها تستثمر 50000 ألف على سبيل المثال بدها تشتري ماكينة جديدة على المصنع راح تكلفني خمسين ألف اليوم. هلا I'm expecting انه savings أو earnings أو الربح اللي راح يجيني كل سنة نتيجة استعمالي لهاي new equipment حيكون 7500 دولار. كل سنة لمدة 10 سنوات. هلا إذا interest rate was 7% is this a good investment or not؟ مين بيقدر يحكي لي كيف أنا ممكن أحدد؟ if this is a good investment or not ان right. في أي حدا غير نوار نوار؟ okay. تفضل نوار. يا <applause> نوار. مية بالايه؟ يعني 100 انا فعليا عندي الانيوتي بشوف انا الانيوتي او السيفنجز اللي عم بيجيني من استعمال النيو اكويبمنت اذا طلعتها اتير زيرو من خلال اني فايند بي جيفن اي 7500 إذا كانت الانترست 7 والانترست period 10 إذا الـ تبعت الـ present كانت أكثر من 50 ألف معناتها yes it's a good investment كانت أقل من الـ 50 ألف no it's a bad investment and I didn't recover for the return on my investments فهون لما نحسب الـ present value للـ 7500 تطلع معي أكثر من 50 ألف فبالتالي yes it's a good investment والـ savings اللي يجوني كانوا أكثر من الخمسين ألف مع compounded interest of 7% problem 10 you decided to purchase a house instead of renting an apartment you can afford a monthly payment of $800 and you have saved $6,000 to use as a down payment on a house يعني أنت فعليا قررت أنه بدك تشتري بيت بدل ما تظل تدفع أجار هلا أنت بتقدر تدفع 800 كل شهر وفي معك حاليا 6000 آلاف بدك تستعملهم as a down payment now if the mortgage is four percent per year compounded monthly يعني فعليا أنا ال-interest rate عندي أربعة بالمية بالسنة وال-compounded لإلها هتكون monthly يعني أنا ال-compounded كل شهر عم بصير and the loan period is thirty years how much can you afford to spend on the house فعليا كم قيمة الفلوس او كم تكلفة البيت رايح تكون اذا انت عم تدفع 800 دولار كل شهر لمدة 30 سنة ال interest rate 4% per year compounded monthly هلا التريك بالسؤال هون انه انا بما انه الكومباوندد عندي مانثلي والبيمنت اللي بعملها مانثلي فانا بقدر احسب او اشتغل على انترست ريت افكتيف بير مانث هلا انا عندي ال 4% بير يير هاي النومينال بير يير فعشان اطلع الـ Effective Per Month بقسمها على 12، إذا بتتذكروا إحنا حكينا النومينال ما بغلب، فأنا الأربعة بقسمها على 12 بتطلع معي 4 على 12 اللي هي 1 over 3% Per Month compounded Monthly، فهيك أنا صار عندي الـ Effective Monthly، الـ Payment اللي عم بتصير Monthly، والـ Interest Period اللي بدي أدخلها بدخل 30 ضرب 12. طبعا ال 6000 as a down payment موجودة already ات year 0 بجمعها للبريزنت value اللي راح تطلع معي from the 800 فبحكي 6000 plus ال 800 مضروبة بفايند P given A with interest rate 4 على 12 و interest period 30 سنة ضرب 12 بيطلع معي عدد المرات اللي انا دفعت فيها الدفعات الموجودة عندي al-kulfa problem 10 hadandusul oh, al. of right problem 11 it's estimated that a certain piece of equipment can save it $22,000 per year in labor and material cost and the equipment has an expected life of five years with no market value at the end of its life if the company must earn $15 percent annual return on such investment how much should be justified now for the purchase of this equipment سؤال حكي أنا draw the cash flow diagram from the company viewpoint أنا فعليا عندي piece of equipment إذا استعملتها رح أوفر على حالي 22 ألف كل سنة فأنا هذولة بقدر أعتبرهم as savings أو upward arrows 22 ألف كل سنة لمدة حياة الإنفستمنت. هلا إذا الإنترست ريت كانت 15% كم أنا بقدر أشتري هاي الاكويبمنت أو اليوم أحدد رأس مال أشتري فيه هاي الاكويبمنت وما أكون خسران فيها. فاللي بحكيه بحكي السيفنجز بحكي أنا الموجودة عندي لمدة خمس سنوات بحولها للبريزنت present value وهاي راح تكون القيمة اللي لو أنا دفعتها حرجعها for sure. فانا لو دفعت 73748 عشان اشتري النيو اكويبمنت راح ارجعهم خلال الخمس سنوات الجاي مع الفوائد المحتسبه عليها فانا عشان اشتري هاي الاكويبمنت لازم اصرف 73748 او اقل واضح للجميع All right, problem 12. What's a sum amount of money must be deposited into a bank account at the present time so that 500$ per month can be withdrawn for five years. يعني شو الفلوس اللي, اللي بدي احطها بالبنك عشان انا اقدر اسحب 500$ دولار كل شهر لمده خمس سنوات اذا كانت اول withdrawal راح يكون بعد ست سنوات from today. يعني after six years راح اسحب اول دفعة اللي هي قيمتها 500 دولار وظل أسحبها كل شهر لمدة خمس سنوات فمن ستة لعشرة أنا فعليا راح أسحب 500 دولار كل شهر الانترست ريت 0.75 بير مانث بما انه انا عندي دفعات شهريه والانترست ريت بير انا حياتي ورديه وما عندي مشاكل ايش قيمه الفلوس اللي بدي احطها اليوم بالبنك اللي هي البريزنت فاليو ات يير زيرو انا عندي الدفعات بتبلش من السنه السادسه للعاشره يعني انا دفعاتي او صحباتي اللي بدي اسحبهم ال500 راح يكونوا ل60 شهر فانا راح اسحب 60 500 دولار from year 6 to year 10 بس عشان احولها للزيرو يا اما اطلع الفيوتشر ايكوفالنت وبيطلع معي at end of year 11 بعدين بنقلها ل year 0 وعشان أنقلها ل year 0 بدي أنقلها 132 month ولو بدي أطلع الـ present للـ annuity الموجودة هون رح تطلع عندي الـ present value على شهر 71 is that clear for everyone بدنا نتبع إنه أنا لما أحسب الـ deferred annuity الـ present value حتكون one interest period before the first payment the future equivalent حيكون within the same interest period of the last payment. فكيب that in mind وعلى هذا الأساس تقدر أنت تتنقل within your cash flow diagram. واضحة للجميع؟ حدا عنده سؤال أو استفسار؟ Alright, oh, I'm assuming إنه واضحة للجميع. الانسر بيطلع لو انا حطيت اليوم 14171 دولار بالبنك والبنك اعطاني فائده قيمتها 0.75% بير مانث بعد خمس سنوات بقدر ابلش اسحب 500 دولار كل شهر لمده خمس سنوات او سوري بعد ست سنوات بقدر اسحب 500 كل شهر لمده خمس سنوات Alright. So far, في أي حدا عنده أي سؤال أو أي استفسار؟ شباب صبايا اه دكتور في اي حدا عنده اي سؤال او اي استفسار ولا الامور واضحه؟ لا كله تمام. All right. تمام. Yes. All right. Problem thirteen. A father wants to set up a bank account that will pay his daughter eighteen thousand dollar at the end of a quarter four and thirty two thousand dollar at end of quarter eight. He will fund this account by making quarterly payment of x payment or x dollar for the present time zero throughout end of a quarter seven. يعني في عنا بده يسحب 18000 at end of quarter 4 و 32000 at end of quarter 8 ولكن بده يحط دفعات من year 0 لغاية end of quarter 7 التريك بالسؤال هون انه انا اعرف ارسم الكاش فلو ديجرام اللي راح يمثل الدفعات اللي راح يعملها الاب هلا in order to find the value of x بدي اجمعهم كلهم اللي هو الفلوس اللي حطهم الاب بالاكونت والفلوس اللي راح يسحبهم end of quarter 4 end of quarter 8 at the same particular point of time فانا بقدر المهم كلهم at year 0 برجع ال 18 لصفر يعني بدي اضرب ال 18 ب find p given f انا بدي احركها للشمال 4 interest periods اللي هي 4 quarters وال 32 بدي اعمل نفس الشيء ارجعهم ل 0 عندي 8 وال والإكس أو الدفعات اللي راح يدفعها الأب عندي دفعة at اتير زيرو فبخليها زي ما هي بعدين في عندي ست دفعات واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة سفن payments فروم end of quarter 1 to end of quarter 7 annuity بدي انقلهم للصفر فبحكي X بلس X multiplied find P given A interest rate of 2 interest period of 7 بدها تساوي ال values الناتجة من تحويل ال 2 withdrawals as an equivalent at year 0 فأنا بدي أرسم ال cash flow diagram as the first part of the question وزي ما حكيت إذا رسمت ال cash flow diagram this is almost half of the answer أنا عندي quarterly percentage rate is 2% فأنا عارف إنه ال interest rate بير كوارتر فأموري بالسليم وهي الإفكتيف الموجودة عندي بدي أحسب قيمة X اللي لازم الأب يحطها بالأكاونت كل كوارتر بجمعهم كلهم أتير زيرو الفلوس اللي الأب بده يحطها بدها تساوي الفلوس اللي بدها تنسحب تطلع معي قيمة X 5880.66 دولار طبعا زي ما حكيت بالEngineering إيكونومي economy most of the time في أكثر من طريقة لحل السؤال فبيعتمد عليك which way أنت عم بتشوفها أفضل أو أسهل لأنه تحل السؤال Alright, I'm assuming إنه واضحة للجميع Problem 13 إذا عندك سؤال please feel free to unmute yourself and ask your question Hello. problem 14 I have the same concept someone bought a new car with $5000 as a down payment and his $30000 car loan is financed at an interest rate of 0.75% per month for 48 months after two years the estimated marketplace of the used car is $15000 how much does he still owe on the car loan immediately after the 24th payment يعني انت على سبيل المثال خلصت من الجامعة وجيت بدك تشتري سيارة معك 5000 down payment حاليا واخذت قرض بقيمة 30000 القرض اخذته من بنك معين اخذت 30000 من القرض وال من البنك والبنك حكى لك بدك تسدهم على 48 شهر الفائده عليك قيمتها حتكون 0.75 هسه السؤال بيحكي لي after two years بعد سنتين the estimated market place of the used car is 15,000 يعني لو بعد سنتين انت جيت بدك تبيع السيارة بتجيب لك 15,000 هلا how much does he still owe on the car loan immediately after the 24th payment يعني بعد ما دفع 12 دفعة كم البنك بده منه وفي حال كان بده يخلص من البنك لو باع السيارة هل راح يقدر يسد الفلوس اللي بده اياها منه البنك ولا لا؟ فاللي بدنا ناخذه بعين الاعتبار اني انا اخذت ال 30,000 من البنك على مده 48 شهر فاول شيء بدي اعمله بدي احسب قيمه الانيوتي اللي هي قيمه الدفعات الشهريه اللي انا رايح ادفعها، هلا ال 5000 داون بيمنت، اتس ا داون بيمنت ما الها دخل بالحسابات تبعتي. فانا بطلع اول شيء الانيوتي اللي هي عبارة عن 30 مضروبة ب find A given P interest rate 0.75 interest period of 48 بيطلع معي annuity أو الدفعات الشهرية اللي أنا بدي أدفعها على مدة 48 شهر هلا السؤال بحكي لي after 2 years أو بعد 24 دفعة كم البنك بده مني؟ ال 24 دفعة اللي ظلوا بحسب لهم present value بطلع البريزنت فاليو طلعت عندي 16000 يعني البنك بعده بده مني 16351 ففي حال انا قررت ابيع السياره وما اكملش دفعاتي للبنك بنقص علي 1351 لانه البنك بعد 24 شهر بضل بده مني 16351 دولار. It can be a bit confusing لهيك بدك ترسم الكاش فلو ديجرام مظبوط بدك تفهم السؤال بالضبط ايش بده منك وعلى هذا الاساس بدك تحل السؤال السؤال بيحكي لك البنك كم بده منك بعد نص حياة القرض فانا بشوف الدفعات اللي ضايل بدي ادفعها ال 24 دفعة اللي ضايلت بطلع لها البريزنت present بعرف البنك بالضبط كم بده مني بعد 24 شهر الله أكبر عزيزة لله واضح للجميع، كيف حسبنا الستاشر ألف؟ Alright، problem 15. It's kind of straightforward. I have an annual income for rental property of 1300 per year and decreases at a uniform amount of $50 each year. فهون أنا عم بحكي عن الـuniform gradients. أنا عندي 1300 الاجار وعم بقل 50 دولار كل سنة لمدة 15 سنة now the investment is 8000 and the interest rate is 9% per year is this a good investment or not مين بقدر يحكي لي كيف بقدر أحدد إذا أنه good investment ولا لأ؟

وماجرها ب بـ1300 وعم بقل 50 دولار كل سنة لمدة 15 سنة فأنا بحسب الـpresent equivalent للاجار اللي عم بيجيني إذا كان أكثر من 8000 at year zero معناتها this is a good investment وأنا رجعت الفلوس اللي استثمرتها وزيادة هون زي ما إحنا شايفين uniform gradient بده الـ future equivalent يا إما بستعمل الـ Uniform Payment زي ما تعلمنا اللي هو أنا عم بقل 200 دولار كل سنة فبحسب الـ future. ولكن الفيوتشر راح يكون At the same period of the last Payment بدي أنقلها لليمين حركة بيطلع عندي الفيوتشر Future Equivalent 3500 أو بنقل الـ 400 لليمين Find F Given P interest rate of 8 و interest period of 1 بعدين ال 600 find F given P interest rate of 8 و interest period of 2 بعدين ال 800 بدي نقولها ثلاث 3 interest period فال 800 ضرب find F given P interest rate of 8 و interest period of 3 ونفس الشيء لل 1000 <applause> بس interest period of 4 يعني بدنا نقولها 4 سنوات لليمين او باستعمال الـ Uniform Gradient بيطلع عندي الـ Annuity of 1000 ماينس Uniform Gradient of 200 تطلع الـ Value سواء إذا بدي أحسب الـ Present رح تطلع at 2008 أو إذا بدي أحسب فيوتشر Future رح تطلع at the end of 2011 لأنه اطلعوا على الـ Uniform Gradient وين البريزنت Present Equivalent رح يطلع أو وين الفيوتشر Future Equivalent رح يطلع وعلى هذا الأساس بحسب at the end of 2012 فلهيك كثير مهم تكون فاهم أن لما أحسب present أو future وين حتطلع معي ال وإيش السؤال طالب مني بس at the end of the day بتقدر تشتغل عليهم as single payments وتاخذ كل سنة لحالها الطريقتين رح تعطيك الجواب الصح والجواب يطلع 3500.14 دولار هل هلا هونا هل عندنا سؤال with a constant rate اللي هي الالغوريثم او arithmetic gradient someone decided to put one percent of his annual salary for retirement his salary was fifty thousand dollar per year for the first year and it increases by 2% every year until turning 60 years old. هلا مين بيقدر يحكي لي شو قيمة الـ F-dash؟ اللي هي القيمة اللي عم بيزيد فيها الـ payment. ايش الريت اللي عم بتزيد فيها الـ payment؟ 2% بالضبط، فإحنا ما بدنا نخربط ما بين الـ 1% اللي هي القيمة اللي عم بحطها من راتبه السنوي مع قيمة الزيادة اللي عم بتصير. هلا أنا لما أحكي عن الـ arithmetic gradient، أنا بهمني الـ F- اللي هي قيمة الزيادة. أنا الزيادة على الـ payment اللي عم بعملها حتكون equivalent to 2%. if the interest rate is 4%, this is the I, what is the worth of his account at age 60؟ هلا بدنا نتذكر إنه أنا لما يكون عندي الزيادة عم بصير with an in with a rate اللي هي f داش انا بحسب ال present ومن ال present بحولها لل future لانه ما في عندي قانون جاهز بحسب لي ال future Or the same concept would apply over here انا عندي geometric gradient increase of 6% في قيمة ال f داش لمدة 15 سنة if the interest rate is 12%, what is the present equivalent of this gradient? Straightforward, بستعمل القانون تبع ال present value وبقدر أحسب ال present حيطلع 4684. هلا I'm hoping you guys before the exam المفروض تكونوا حلين كل هاي البروبلمز وفاهمين كيف حلها وتكونوا حلين شوية أسئلة من الموجودين معنا بالسلايدز أو الموجودين بالريكومندد تكست بوك هلأ المادة as engineering economy بشكل عام خفيفة لطيفة ولكن you need to practice وتطلع على الامتحان as a marathon it's not a race إذا بدك تتدرب على المادة قبل بيوم تنجح ولكن صعب تجيب علامة فإذا بدك علامة بدك تكون فاهم المبدأ اللي بدك تشتغل عليه وهاي الشغلة رح تيجي مع ال practice. So if you want my advice, try to practice as much as possible. احنا هيك بنكون خلصنا شابتر أربعة. And by that we ended the material or we covered the material that we intend to use for the midterm exam. أي حدا عنده أي سؤال أو أي استفسار. All right. انا راح اعتبر انه اخذت الحضور والغياب احنا كان عندنا 14 طالب و15 طالب حضور بالنسبه لمحاضرتنا اليوم the rest they didn't interact and i'm sure that they weren't tuned in throughout the lecture anyhow we have a recording for this lecture since it's that important i'm going to upload it to the e-learning platform اذا ما في اي حدا عنده اي سؤال او اي استفسار بقدر احكي لكم يعطيكم الف عافيه بنشوفكم بنفس الموعد يوم الاثنين الجاي يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله for now I'm gonna stop recording for this meeting وبقدر احكي لكم يعطيكم الف عافية ومع السلامة